فنان شنو هالسؤال؟ إذا رجع تقرون النشيد الوطني بطولة كأس الخليج أول مباراة مع منتخب قطر اللي فزنا بيها 2-1 حلوة الأجواء أي هاي رهبة المباراة وأنا أول مباراة مع المنتخب بطولة كأس الخليج شنو صعوبة أول مباراة؟ صعبة مو؟ إي لا تلعب دراسة المنتخب صعبة يا أخي تحس بفارق مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة والبطولة كانت يعني هذا ملعب مقبط وافتتاح وقطر وأمام منتخب قطر وقطر كانت وكل نجومها شغف العودة للمنتخب الوطني بعدها بداخلك؟ أكيد موجود موجود بس يعني أكيد يعتمد علي وعلى مستواي طبعا ولذلك لك تعلن التحدي منه؟ لا أنا موجود أكيد أعلن